السباعي رئيس بنك التعمير والاستثمار، عايز اعرف خطه مستقبليه سريعه للبنك. الخطه الطرحيه لغايه دلوقتي مستنيه انها تعتمد مجلس الاداره ان شاء الله الاجتماع اللي جاي على معتمد اللي هو يوم 5 فبراير، متوقعين ان شاء الله يعني زياده كويسه، بس طبعا ما اقدرش نحكم دلوقتي باي تفاصيل لغايه ما تعتمد من المجلس وتعرض على البورصه او تعرف اسم البنك بدوله البورصه. معلش اعذرني ننتظر كده 10 ايام كمان. ولا يهم حضرتك، عايزين نتكلم النهارده على فرصه المؤتمر. المؤتمر مؤتمر استثمار في اي تمويل عقاري انت عارف ممكن يحرك السوق جدا لو تم التعامل مع المعوقات اللي بتواجهه، واحنا محتاجين نحرك السوق الفتره دي بعد ما الاستقرار السياسي بقى في المراحل الاخيره وخريطه الطريق ماشيه في استحقاقاتها بشكل جيد. فان شاء الله يعني بنحاول كده نسمع اراء المتعاملين في التمويل العقاري، مشاكلهم ايه، نقدر نتعامل معها نساعدهم في حلها. والحقيقه في مجهودات جامده جدا من المسؤولين اليومين دول في التعامل مع مشاكل التمويل العقاري بالنسبه للتسجيل والرهن مع وزير الاسكان مع وزير التعاون الدولي، يعني مجهود كويس قوي في التعامل مع المشكله دي. بالنسبه برضه لارتفاع اسعار الفائده الفايده محافظ بنك الافلاس يعني مجهود كبير، وفي ان شاء الله يعني حاجات هتعلن قريب جيده هتحرك السوق بشكل جيد ان شاء الله. الوضع السياسي ممكن يساعد على استثمار في مفيش شك، الوضع السياسي بيساعد على كل ما يستقر الوضع السياسي والامني كل ما السوق كله بيتحسن، كل الات السوق بتبقى بتشتغل بشكل فاعل اكتر. يعني ايه رايك حضرتك في انتخابات الرئاسه كحافز هتبقى حافز للاقتصاد المصري؟ مفيش شك، كل خطوه بنخطوها بتقدم لنا خطوات كبيره، يعني الدستور كان خطوه كبيره جدا، ان شاء الله انتخابات الرئاسه الخطوه الثانيه كبيره، وثالث خطوه الاخيره اللي هي مجلس النواب.